يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الدرس أن إعادة الخلق أهون عنده سبحانه من بدايتها. السؤال: أليس كل شيء على الله هين؟ هذا من باب إلزامهم، من باب إلزامهم، وإلا كل شيء على الله هين. لكن من الناحية العقلية، أليس القادر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى؟ ولهذا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا في نظر العقول، أن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، من أجل إلزامهم وإقامة الحجة عليهم من عقولهم.